السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بروس ودي فيديو قناة. إن شاء الله النهاردة هنشرح البروجريس بار، قصدي يعني تكملة السي بلس بلس. نسيت الجملة دي يا جماعة، معلش. يعني جملة معلش، بس برضه شغال عادي نقولها برضه. استكمال لدورة السي بلس بلس جي أو أي، إن شاء الله نشرح النهاردة إيه اللي هي البروجريس بار اللي هي دي. إن شاء الله نشرحها، نشرح إزاي تتعامل معاها، وهنشرح دالة التايمر. اولا كده البروجريس بار ناس كتير عارفاها، فنشرح التايمر على طول. التايمر دي مجرد وقت، يعني وقت ليك انت يعني مثلا لما انت تيجي ايه بتعد مثلا ثواني، واخد بالك، او بتعد مثلا حاجه. هفهمك كل ده، انت مالكش دعوه بس في الحاجات دي هتفهم دلوقتي. فايه ده البروجريس بار بتاعنا؟ هنكتب هنا بروجريس بار، واخد بالك. البروجريس بار ده نشد ونحط هنا عادي جدا، مفيش اي مشاكل. نقفل كده، دي اللود بتاعتنا ملناش دعوه بيها. عملنا كده بوتن صغير. البروجرس بار عندك ليه كذا خاصيه، هنتعامل مع 3 أو 4 خصائص بكتير النهارده، لان دي اهم خصائص عندنا. نستدعي كده البروجرس بار بتاعنا. في هنا الفاليو، الفاليو دي القيمه اللي انت بتديها له. يعني مثلا لو انت عايز تديله مثلا قيمه 50 مثلا، ان هو مثلا يقف في نص، يعمل لود لنص البروجرس بار، حاجه زي كده. طبعا هو ديفولت بيبقى 100، يعني هو ديفولت في البروجرس بار 100، الا بقى لو انت هتغيره. هنتعلم ازاي ان شاء الله نغيره برده. لو هو 100، احنا بنقول له اقف عند نصها. تعالى كده نعمل لوك الويندوز عند ديباجر، استنى كده شويه. مش يا جماعه زي ما انت شايفه يا جماعه، وقف عند النص، فاليو النص كده. احنا بنقول له اقف عند النص، طبعا هي من اصل 100. تعالى كده نعلمك ازاي تغير القيمه دي. هنقول بروجريس بار ماكسيمم بتساوي مثلا، خليها مثلا ايه، قول 200. احنا كده بنقول دلوقتي اقف عند 400، اقف عند الربع قصدي. 400 ايه؟ احنا بنقول له دلوقتي عند 50 ده اقف عند الربع. ماكسيمم بتساوي 200، يعني انت اقصى قيمه توصل لها او تخلي القيمه بتاعه البروجريس بار 200. تعال كده نعمل ران، نجرب كده. وقف عند الربع. طب انا عايز، يعني انا كل شويه ممكن هقول جروب، يعني كل شويه هقول بروجريس بار فاليو بتساوي بقى بروجريس بار فاليو مثلا بلس 1. دي طريقه عشان تزود البروجريس بار تلقائيا. في خاصيه تانية اصلا في البروجريس بار دي بتبقى الاسهل، يعني ان انت تقول ايه بروجريس بار انكريمنت. انكريمنت انك تزود كام، قول مثلا هنزود يا عم مثلا قول 50، ولا اقول لك لا خليها 25 احسن عشان نلاحظ بالفرق. يعني اكلنا مران. صح، ده احنا دي دالة، انا اسف. بص اهي، طب احنا ايه، احنا الانكريمنت دي بتزودها. طبعا انت ممكن بقى تخليها بالهوال ترو وتشتغل عادي. نقفل كده. بس هي دي كان بس اهم الخصائص اللي موجوده في البتاع ده في البروجريس بار. تعالى بقى ننتقل على التايمر. التايمر ده يعني ايه، مش عارف اقولها لك ازاي. هي حاجه ايه بتشتغل مع برنامج او تايمر ليك، بحيث ان كل ما التايمر ده يعد ثانيه يعمل حاجه معينه، وانت طبعا بتدي له الحاجه دي. تعالى كده نشد التايمر توضح معانا الفكره اكتر. تعالى كده نشدها نحطها هنا، ما بتضافش طبيعيه، بتضاف هنا. نمسح ده بس كده. بقول ليه جابوا هنا، ينفع احطه كده؟ ده والله ينفع احطه كده، طب شغال ماشي. احنا مثلا ايه التايمر ده عندنا كذا ليه خاصيه. التايمر ده انت عايزه ايه، يشتغل مع اول ما البرنامج بتاعك يشتغل، ولا قبل ولا اثناء تشغيل البرنامج انت هتشغله مع نفسك؟ يعني انت ايه من خصائص التايمر هنا، في انيبلد هنا صح؟ ايوه انيبلد هنا. انت عايزه يشتغل اول ما البرنامج يشتغل، ولا تخليه انت، ولا انت اللي انت اللي هتشغله يدوي لما اثناء البرنامج بتاعك؟ ولو مثلا احنا مثلا ايه هنخليه يشتغل مع تشغيل البرنامج، ندوس كده عليه كليك يمين، كليكين شمال قصدي. كده كل ما التايمر ده يعد تكه، يعني كل ما يعني يعد ثانيه كده، ثانيه انت هتعمل ايه اللي هيحصل. مثلا قول هنزود مثلا ايه على البروجريس بار ده، قول مثلا 25 برضه. كات
بيست خد بالك. تعالى بس كده ناخدها دي ايه نحطها في اللود كات بيست شغال. تعالى كده نعمل لوكال ويندوز ديبوجر. استنى كده بس شوية. بص بص بقى تشغيل البرنامج ايه وصل او رجع جري بس طبعا بسرعه ان هي كل ثانيه هو بيجري بسرعه فاحنا ايه ما لحقناش نشوفه كده. تعالى ايه كده نخليه ايه مثلا واحد ولا اقول لك لا واحد تبقى بطيئه قوي خليها خمسه مثلا عشان نلاحظ الفرق. معلش هي الخطوه دي ملهاش لازمه بس انا ايه يعني ايه حاجه ملهاش لازمه. لو انت عايز تجرب فيديو جرب فيديو براحتك بس دي بس كده يعني ملها هي خطوة ملهاش لازمة بس ايه استحملوني يعني استحملوني يعني ايه البضن اللي انا بقوله ده. يلا مش مشكلة. اهو بص بيجري 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 بيجري. طب انت بقى تزود براحتك بقى بالهوال ترو تربطه بحدث يزيد عليه زي ما انت عايز مفيش اي مشاكل. طب افرض انا مثلا ايه انا مثلا عايز ايه لو البروجريس بار ده انا عايز مثلا اوصل لو البروجريس بار البروجريس بار ده مثلا لو الفاليو بتاعته مثلا وصلت للنص مثلا انا عايز التايمر ده يقف ما يكملش ازاي. تعالى كده ايه نعمل كده اف هنقول اف لو بروجريس بار فاليو فاليو القيمه بتاعت البروجريس بار نعمل كده العلامه دي مثلا اقول مثلا ايه ولو وصلت ل 100 مثلا واخد بالك العلامه دي مش البوينتر مش علامه البوينتر يا جماعه لا العلامه دي اللي هي سهم بس من غير شرطه. لو وصلت للقيمه 100 هنخلي ايه التايمر تايمر 1 انيبلد بتساوي فولس احنا كده ايه بنوقف عمل التايمر فولس إلس غير ذلك ناخد دي ونزود على البتاع زي ما احنا عايزين كات حطه كده كوبي بس قصدي كده ايه هو التايمر هيخش هيلاقي ان هيلاقي بص كده هنقول هيقول اف لو هل بروجريس بار الفاليو بتاعته ب 100 طبعا هي بصفر يعني احنا لسه بصفر احنا لسه ما وصلناش في ال 100 هيزود على انكريمنت 5 هيقعد يزود يزود لغايه ما يوصل لل 100 لغايه ما يلاقي ان البروجريس بار فاليو 100 اول ما الاقيها 100 هيوقف عمل هيوقف عمل البتاع ده التايمر وبالتالي البروجريس بار هيقف الفاليو بتاعته هتقف التحميل بتاعه عند 100 عند 100 بس عند النص تقريبا. تعالى كده مرن استنى كده شويه استنى بس واحده يا جماعه زي ما انتم شايفين يا جماعه وقف عند ال 50 بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه. ارجو ان يكون الدرس نال اعجابكم. لو عجبك دوس لايك لو ما عجبكش حط اللايك كلنا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.